طيب نعرف مقادير الكبسه، كبسه بالدجاج او بالفراخ مقاديرها على الشاشه. فرخه سليمه عشان نقطعها مع بعض، ومعانا رز بسمتي، ومعانا جزر، التوابل العربيه الخماسيه هنقولها بالعربي يعني من المطبخ العربي والمطبخ المصري، اللومي اللي هو الليمون الجاف، والقرفه اللي هي الدارسين، والحبهان اللي هو الهيل، والقرنفل اللي هو المسمار. دي المسميات عشان لما نروح عند العطار نعرف نشتريها ازاي، والملح والفلفل وشويه البهارات الحلوين والبصل والثوم. ايه رايك؟ تمام، تساعديني بقى في المطبخ. انا وصلت لحضرتك معايا النهارده لان انا مش هشتغل، بس خليني اقول لك على حاجه. يعني انا صحيح شاطره في المطبخ، بس الكبسه تحديدا الحقيقه انا لسه متعلمها السنه اللي فاتت. وهي عندنا هنا ماركه مسجله يعني باسم ماما فريال والده ايمان منصور زميلتنا، هي المشهوره بالكبسه، وهي اللي علمتهاني واخدت الوصفه منها. فانا يعني شاطره منها يعني. وتعلمتها لانك حابه تعمليها. كان طعمها حلو جدا، حابه اعملها، وانا يعني بحب يعني ادلعهم في البيت اعمل لهم حاجات مختلفة. طب كويس، يعني نعرف النهارده انا عليا اقطع الفراخ لحضرتك وانت تكملي، ايه رايك؟ واعمليها، بص ايا كانت تعمليها هتبقى جميلة من ايدك طبعا. ممكن تلبسي الكلابس ده بعد اذن حضرتك. طبعا مقادير الكبسة بسيطة، تقدر تعمليها بالفراخ، تعمليها باللحمة زي ما قالت الأستاذة إلهام طبعا. ولكن ليه سموها كبسة يا أستاذة إلهام؟ أكيد عشان بيكبسوا اللحمة في الرز، صح؟ عشان بيكبسوا. ده ده شاطرة يا باشا، يعني علشان اللحمة أو الدجاج بيبقى مكبوس جوه الرز. لا أنا كنت بهزر يعني، بس بخمن إن هو ده أكيد المسمى طبعا يعني. حضرتك أنت هنا مع الشيف المغازي، أكلة أمي، بنسأل وليك الحرية برضو بأنك أنت مذيعة متألقة ومدرسة إعلامية، فتسأليني ما عندناش مشكلة يعني. ما أنا لازم هسألك وأتعلم منك. أيوة بقى طيب. السؤال الأول، رمضان في مصر حاجة تانية، ولكن مع الأستاذة إلهام نمر، إيه بقى حاجة تانية؟ يعني إيه بتميزيه بإيه؟ لا بص، هو رمضان بالنسبة لي رمضان العيلة. الله حلو. رمضان العيلة ورمضان اللمة ورمضان يعني التنويع والتجويد كمان في المطبخ. بص أنا عندي كده عادة، ربنا ما يقطع لنا عادة يعني. أمين يا رب العالمين. كل رمضان أحب أدخل البيت يعني في الشهر الجديد بوصفتين جداد. حلو. ما كلهمش قبل كده. الفايل بتاعنا. الفايل، أنت إيش عرفك بالفايل؟ كواليس يا فندم، كله بيذاكر، أنت خلي بالك، إحنا معانا فريق عمل قوي جدا. طيب. بيشتغل على المذيع اللي بيجي هنا. أنا فعلا يعني عاملة فايل في المطبخ عندي. ده الحقيقة من يوم ما اتجوزت. الله. يعني خلص الفايل بقى كتير، ثلاثة أربعة. لا مفيش حاجة بتخلص، كل مرة في إضافة. حلو. فالفايل ده من يوم ما اتجوزت وأنا بعمل أي وصفة بعملها وبتطلع حلوة وناجحة وبيحبوها في البيت بتبقى في الفايل ده. حلو. ومقسماه بقى الأكلات الرئيسية، المقبلات، سلطات، شوربة، حلويات، عشان أعرف إيه أرجع تاني للأكل الشرقي، للأكل بتاعي. حلو. ولو ليا ملاحظات على طريقتي مثلا أكتبها برضو على جنب عشان إيه يعني. والتركية بتاعتك. حكايه الشيف المغازي بس بالامانه يعني. احنا عاولنا لنا تليفون، هنقول الو دلوقتي بس الاول، ممكن حضرتك تقولي الو بعد اذنك. الو الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك يا الهام؟ ازيك يا شيف مغازي؟ ريهام الديب. ريهام الديب صاحبتي وزميلتي، معانا الاعلاميه القديره طبعا ومدرسه الاعلام كله، الاستاذه ريهام الديب. ربنا يخليك يا شيخ مغازي، كل سنه وحضرتك كل سنة طيبة، ورمضان كريم عليك وعلى الهام زميلتي وصاحبتي وحبيبتي وحبيبه القناه الاولى كلها. كل سنه وكل فريق عمل القناه الاولى دايما يا رب بخير، ورمضان كريم علينا كلنا يا رب دايما. وانت طيبه يا ريهام، يعني انت عارفه ان انت غاليه عليا قوي، وانا مبسوطه قوي بالتليفون بتاعك. انا عارفه والله العظيم يا الهام، وانتي اغلى، وانا الحقيقه بتصل لاني انا عرفت طبعا ان انتي هتطلعي، فطبعا مش هسيبك في حالك. استاذه ريهام اشكرك على التليفون الجميل ده، طبعا مفاجاه يعني. الله يخليك يا شيف مغازي. اكيد اكلتي من، اتفضلي. هي الهام ما شاء الله، بس عشان ايه اكيد حضرتك طبعا سمعت من كل زمايلنا هي نمبر 1 في الطبيخ فينا كلنا. حل. يعني ما فيش اصلا حد بيحاول يدخل في دايره المنافسه خالص. والله والله انا بقول حقيقه، والله مش بجامل، دي حقيقه. هي شاطره جدا، منظمه جدا، بتعمل كمان اصناف كتيره قوي ومتنوعه قوي، بتجدد يعني. وبعدين اهم من كل ده ان هي اكلها خفيف قوي الحقيقه. يعني وبرده شويه هيلسي يعني، ان هي كريمه جدا يعني. هي على طول مثلا بنبقى خارجين من نشره بنلاقي في ايه ولائم كده. كويس عشان كده عارفين. بس طب ايه اللي تحبي تاكليه من ايد الاستاذه الهام طبعا وتقولي ان انا ما اقدرش اعمله؟ اكيد في حاجه حابه تاكليها من ايدها دايما.
بص كل حاجه هي بتعملها حلوه قوي. انا لازم بس يعني لازم اقول على موقف كده. احنا مره كنا مخلصين شغل وكان في تغطيه وكان في قعدنا كتير قوي قوي في الاستوديو وخرجنا لقينا الهام عامله اكل كده تحفه. كان فراخ تشاينيز صيني ورز بسمتي حلو يعني وكنت تقريبا عامله برضو الهام سبرينج رولز برضو معاهم فكانت حاجه يعني حسب معلوماتي ان هي كمان شاطره في الحلو قوي يا استاذه ريهام على فكره كل حاجه حلوه وحادق ومطبخ مصري ومطبخ يعني اجنبي بقى كل الحاجات فهي ما شاء الله شاطره جدا 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 يعني نقولي عملت عزومه رمضان ولا لسه؟ لا احنا لسه هنتجمع هنا على عزومه رمضان. على فكره ريهام انا عامله الفراخ دي النهارده في البيت الشاينيز اللي هي بزيت التمسم. دي حاجه رهيبه الصراحه. على فكره يا حضرتك بتسمع التليفون ومركزه معايا قوي قوي في التتبيله يعني. لا انا خدت بالي. عين هنا وعين هنا. انا واخده بالي. استاذه ريهام نورتيني بجد وكل سنه وحضرتك طيبه ومنتظرين حضرتك تشرفينا هنا. ميرسي يا ريهام جدا جدا على اتصالك. عشان تكتمل الحدوته والحكايه بتاعتنا لازم حضرتك تشرفينا في الاستوديو. ريهام على فكره يعني هي شهادتها مجروحة. أنا عارفة إن هي بتحبني جدا وعارفة إن هي يعني بتقول الكلام من قلبها بس أنت لو ما تشوف بقى ريهام وأكلها هتعرف إن هي يعني طبعاً أداء فوق العالي يعني. ميرسي يا ريهام جدا جدا. أشكرك. شكرا أستاذة ريهام. طيب إحنا الفراخ بعد ما قطعناها وتبلناها كده حطينا عليها توم حطينا عليها توابل عربية عشان لو فيها زفارة أيا كان. أنا مش مع الفراخ بعد ما تتقطع تتغسل. مش من المدرسة دي. مش مدرسة. فراخ تتغسل وهي سليمة. اتقطعت بالسكينة خلاص ننزل بالتوابل عصرة ليمون البهارات اللي تشيل الزفارة زي الفلفل الأسود زي البابريكا التوم اللي أنا حطيته كل ده. أوكي. إيه رأيك؟ معايا في المدرسة دي؟ مش نمسك اللحمة بعد ما نقطعها نقعد بقى نسلخها تحت المية وتغير لونها والجو ده. بس بغسل الفرخة في الأول كويس. هي في الأول وهي سليمة. اغسلها كويس أوي. من بعد ما نجيبها من عند الراجل الفرارجي. أيوه. اغسليها كويس زي ما انت عايزه بالدقيق أيه. بالملح. طب ما خلاص مش هغسلها تاني. هغسلها تاني بقى. بيقطعوها بقى ويغسلوها بعد التقطيع. لا خلاص ملهاش معنى. هي اول غسله وخلاص زي ما هي كده. ايه رايك هنديها صدمه ناريه. صدمه على النار. على النار. انت حاطط ايه على الفراخ؟ انا حطيت زيت بس وبس شويه كده والبوكيجر ده لسه مدرسته جايه دلوقتي وهاخد الفراخ دي كلها انزل بقى هنا كده. حاضر عينيا بس انا عايزين نبقيتها على النار شويه. حاضر. شفت ازاي؟ ايه رايك؟ كده ياخد الصدمه. الصدمه بس كده ونغطيها نسيبها شويه كده على ما نجهز شويه حاجات. الفراخ ما بتاخدش وقت عموما خلص. يعني خالص. أيوة. على النار عارفاها؟ فيعني شفت الجزر لما نزل على الكبسه لون الكبسه اتغير ازاي؟ احنا ده بقى جديد بالنسبه لي موضوع الجزر ده. انا بعشق الجزر وهو متغلف رز الكبسه. بتاكلي كده بتاكلي حاجه موزه. بيترى طبعا واخده طعم شوربه الفراخ مع التوابل العربيه مع الرز البسمتي حته تانيه يعني. دي فكره حلوه هطبقها المره الجايه. وننزل بالرز كده. كميه الرز دي كتيره ننزل شويه بس على قد الشوربه بتاعه الفراخ. ونقلبها كده وخلصت الكبسه خلاص. هنظبط الملح بس لان احنا ما حطيناش ملح. ما انت هتحطه في الاخر. في الاخر خالص. دي عايزه شويه رز تاني. يا ريت في الكبسه بتاعتي دي بقى تقدري تعمليها بالفراخ او باللحمه. زي ما انت حابه. تعمليها بالخضار، تعمليها بالسمك حسب العائله ما بتحب. بمناسبه الشهر الكريم هو انت تفضل. يعني الكبسه والاكل اللي هو اللي مش مصري، انت اصلا قضيت يعني وقت قبل كده يعني بره؟ انا بحكم مصر. شغلي قضيت 18 سنه في السعوديه. بشغل فعشقت الاكل العربي كله، لبناني سعودي خليجي اماراتي، كل الاكل العربي انا فيه. عارف نفسي بتعمل لنا ايه؟ اتفضل. الخروف المدفون. انا اكلته في السعوديه. كان رائع. يعني اللي هو المندي. المندي. أيوة. المدفون في الرمل. أيوة. طبعا يعني مش رمله. انت ممكن تعمليه في البيت. ما انا عايزاه بقى طريقته في البيت. اقول لك ازاي. طب انت ساكنه في الدور الكام؟ التالت. تخرب على الجيران السقف. مش عايز تعملي بنتي تخرب السقف اكيد عشان تعمليه. هو لازم يتخرب له حفره. انا عارفه. هتجيب الحفره منين؟ هتعمليه في البيت ازاي؟ الفرن اللي زي ده كده، فرن كهرباء وفرن غاز عادي. بتجيبي صينيه وحله ومصفى. هنجيب الرز اللي كان معايا دلوقتي البسمتي ده كده، نحط عليه البصله والتومه ونديله البهارات بتاعته، ونحط عليه البهارات العربيه ونحطه في الحله.
ونحط الميه اللي هي تقدر تسويه، يعني على قد الميه بتاعت الرز كده. الرز في الحله ونحط عليها، تشد عليها ورقه فويل او مصفى، حاجه من الاثنين، او تحطي شبكه وتاخد الفراخ اللي كانت معايا من ديت تتبليها نفس التتبيله وتاخد لون زعفران وترصيها على الشبكه، يقوم البيون والشوربه بتاعت تنزل على الرز. اسمه المندي. جاي منين المندي؟ لان الرز بيستوي بالندى بتاع اللحم الضاني او الدجاج على وش الرز، يتندى عليه كده. انا هعملها باللحمه، في قلب الفرن. فكره حلوه دي، ايه رايك؟ بس بدون ما اروح بنأذي الجيران. ممكن يدوق الطعم بس. يعني الاستاذه الهام، في بدايه الشهر الكريم بتتعزم ولا بتعزم؟ استاذه الهام لسه ما عزمتهاش، فاكيد انت ما عزمتيش حد لسه. لا، احنا اول يوم في الشهر. يعني لازم حماتي طنط نيلي تبقى معانا. حماتك يعني انت حماتك بتحبي تاكلي من ايديها؟ انا باكل من ايديها وهي بتاكل من ايدي. بس احنا لازم اول يوم مع بعض، وانا يعني خليني انتهز الفرصه واسلم عليها من خلال البرنامج واحييها، وانا بحبها قوي. ربنا يخليكي لينا. فدايما احنا اول يوم رمضان بنبقى مع بعض، بس بيبقى عندي انا في البيت. في البيت تعزمي، تعملي عزومه في البيت. في البيت. طب هي بتحب تاكل من ايدك ايه ست الكل؟ لا، طنط نيلي بتحب تاكل كل حاجة من ايدي. مش كده يا طنط؟ مش كده يا طنط؟ طب ما تجيبوا لنا نسمع راي طنط، يعني ده راي يعني طنط والحما مش هيكون. لا، يعني كان نفسي انها تبقى معانا، بس هي عندها دور برد الحقيقه، مش قادره تتكلم. بس لازم تعزميها بقى عشان هي ما تقعدش. طبعا ربنا يخليها. ربنا يخليها لنا يا رب ويديها الصحه. طيب لما تخش المطبخ الاستاذه الهام وتقول النهارده انا مزاجي رايق قوي، وانا مع اللي يخش المطبخ يكون مزاجه رايق، لان هو مفاتيح السعاده المطبخ ده، وهو الصله اللي بين العائله كلها. صحيح، اللغه يعني. صحيح. بتحب تعمل ايه؟ بص، هقول لك على حاجه الاول قبل ما اقول لك هعمل ايه. اتفضل. المطبخ ده ما دخلتوش بحب، ما يطلع الاكل مش حلو. حلو. يعني اللي مضطر يدخل يطبخ غصب عنه. حلو. يعني انا بأشفق عليه، لانه الحقيقه ببقى شايفه انه الاكل ممكن ما يبقاش حلو قوي. لو داخل بقى وانت بتحب اللي انت هتاكلهم وبتحب المطبخ، هيطلع الاكل رائع. فانا تكت المطبخ مش الوصفات، لازم يكون مزاجك رايق فيك انت. تكت المطبخ فيك انت. انت اللي تبقى، انت اللي بتدي الاكله حلاوتها. حلو. مش الوصفه. ممكن تبقى الوصفه هي وكل واحد يعملها بطريقته. مظبوط. بنفس المقادير. يمكن ده اللي بيقولوا عليه النفس، بس هو النفس اللي انا شايفاه هو يعني حالتك المزاجيه وحبك للقصه. والله يا استاذه الهام، انا دايما بقول المطبخ هو مصدر السعاده الزوجيه والعائليه. شفت انا جوزي متهني بقى ولا ايه؟ شفت. بمناسبه جوز حضرتك طبعا، يا ريت يعمل مداخله معانا يقول بيحب ياكل من ايد الاستاذه الهام. ايه؟ بص، هو بيحب ياكل من، يعني بيحس ان هو اكله من ايد والدته. يعني هو بيحب ياكل يعني الصراحه، يعني كل حاجه. كل حاجه. لا، احنا بنعمل يعني اكل حلو. في بنعمل مثلا محشي حلو. حلو. بعمل له محشي بصل حلو قوي. محشي بصل. ده صعب جدا على فكره. لا، مش صعب خالص. اسهل حاجه. لا يعني قصدي في ترتيبه صعب شويه، غير الكوسه، غير البتنجان. طبعا. بس يعني اسهل من الورق العنب على الاقل. يعني طبعا. على طول. اي. لكن يحب مثلا فتت الشاورما من ايدي. احب يعني كل حاجه الحقيقه. بيحب يعني كل حاجه. اكيد طبعا. الزوج الجميل يحب ياكل كل حاجه من ايد زوجته وطعمه حلو، لان هي بتعمله بحب. بس انا عندي مشكله معاه بقى، ان هو بقاله شويه. قولي اللي في نفسك. لا، بقاله شويه الحقيقه، يعني عامل دايت شويه، فممتنع عن النشويات. فعامل لنا كنترول في المطبخ. مضطره ان انا اعمل حاجه بعيد عن النشويات. فان انت تعمل بقى منيو مختلف كل يوم بعيد عن النشويات، ده يعني مساله. زمان اهي خرجنا، شفت الكبسه، الجزر استوى، الفراخ استوت. حلو. مقادير الكنافه على الشاشه. كنافه بتجيبيها سليمه او متكسره، بتحطها في الديب فريزر تتجمد، وبعدين تطحنيها يبقى سهل الطحن، او تحمصيها في الفرن تتطحن بسهوله. حاجه من الاثنين، يا اما تحطها في الديب فريزر عشان تفرمها كويس او تفركيها، او تدخليها الفرن. قشطه. ما عندكيش قشطه اللي هي القشطه البلدي، تقدر تعمليها في البيت، مهلبيه ونشا وحليب وشويه فانيليا. عملت قشطه زي الفل. ميه زهر دي اساسي. فستق حلبي سعره غالي، مفيش مشكله، بس هو عنوان الكنافه دي بالذات لازم يتحط عليها فستق حلبي على الوش. ومربه الورد موجوده برضو عند الناس اللي هم بيبيعوا الحاجات المنتجات الغذائيه. انا بس ايه، عشان الناس ما تفتكرش ان انا شاطره من يومي، يعني انا اتعلمت الاكل اصلا لما اتجوزت. حلو. قبل ما اتجوز ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه خالص، وبعدين ياما بقى ايه عملت كوارث. يعني رز معجن.
والله نسيت احط الملح. ده كتير عادي، المشكله ان احنا نتعلم. بس ايه، حطيت الموضوع في دماغي بقى واتعلمته، اللي هو التحدي المطبخ. المطبخ يعني. وبعدين اتعلمته بقى ايه، ما اعملش الاكل العادي بقى. ما اعملش مثلا رز وخضار ولحمه كده، كباب حله وبتاع، لا. بقيت اعمل بقى ايه الحاجات، التفاصيل من يعني من مطابخ العالم. حلو. المطبخ اللبناني، المطبخ الايطالي، السوري. وبعدين طبعا ايه، ما انساش هنا يعني مين بيساعدك في المطبخ يا استاذ الهام؟ بيساعدني حبيبتي، دي حبيبتي أنيسة، حبيبتي رفيقتي في المطبخ أنيسة. دي يعني دي المساعدة بتاعتك. المساعدة بتاعتي في المطبخ. وربنا يكرمها. هي على فكرة بتحبك جدا، وبتشوف برنامجك، وطول النهار مشغلة التلفزيون على برنامج الأكل بتاعك، وبتبدع. وطول النهار نتخانق أنا وهي، دي الطريقة دي، لا الطريقة دي، الشيف حط كذا، الشيف أقول لها لا الطريقة دي، وتنفذ اللي في دماغها. بس بصراحة بصراحة أكلها حلو. وللأمانة التلفزيون والحاجات اللي هي اللي على اليوتيوب وكده غيرت المطبخ عند ناس كتير المطبخ خالص. فهي الحقيقة يعني فرصة أوجه لها تحية، ربنا يخليكي ليا يا انيسه يا رب. ده حاجه حلوه على فكره، تهتمي باللي بيساعدك في المطبخ، لان هو ده عينك.